الله تبارك وتعالى يقول: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. يا أخوانا، الحج فيه من معاني الإيمان ومن التوحيد الشيء العظيم. شوف ربنا يقول لإبراهيم شنو؟ يقول: وإذ بوأنا، يعني أرشدنا وهيأنا، حتى ذكر إنه جات ريح لما إبراهيم أراد أن يبني البيت عليه السلام، جات ريح ونظفت المكان، مكان البيت. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. سبحان الله، شوف أول وصية شو؟ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أرشدناه لمحل البيت، ألا تشرك بي شيئا. الوصية دي لمنو؟ لإبراهيم عليه السلام. إبراهيم هو الذي كسر الأصنام، هو الذي حارب المشركين، هو الذي ناقش قومه في التوحيد. بعد ربنا يقول له ألا تشرك بي شيئا. الكلام ده كان بعد معركة في التوحيد بين إبراهيم عليه السلام وبين قومه. جل أبوه قال: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. لاحظوا يا أخواننا، توحيد وأدب، لأنه من الناس من يفهم من الدعوة للتوحيد سوء الأدب مع الوالدين، يقول لهم كلام سيء وفظ وقلة أدب مع والدينه. التوحيد ما داير إساءة للوالدين، لكن ما داير مجاملة. إبراهيم عليه السلام بيكلم في أبوه، قال: إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. أنت قادر تخلي آلهتي أنا؟ أنت ما دايرة؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. إبراهيم عليه السلام وعد أبوه إنه يستغفر له، وهو الوقت ذاك ما نزل عليه من ربنا إنه ما يستغفر للمشرك ولو كان أبوه. عشان كده ربنا قال: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. قال: لا بستغفر لك، مع إنه مشرك. ربنا قال: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. كويس، ربنا عليك توكلنا إلى آخر الآيات. ربنا قال: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إبراهيم عليه السلام جل أبوه، ربنا قال: وإذ بوأنا، شوف بعد الكلام ده كله معركة مع قومه، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. كويس، ناقش قومه في التوحيد نقاش واضح، نقاش واضح. والليلة يا إخواننا الأمة دي أحوج ما تحتاج إلى نقاش واضح في العقيدة، لأنه في ناس لسه بيعبدوا قبور. يا أخي ما القضية مش أنت ده بيعبد صنم وده بيعبد قبر، القضية زول بيعبد غير الله، صنم، قبر، شيخ، ضريح، غيره، مش بيعبد غير الله. ده ما ينفعه ولا يضره، بل يضره في الآخرة، يدخل جهنم بسبب العبادة دي. قبور الآن تعبد، هذه جنبنا بجاي ولا بعيد، خليك من ده. واحد بيقول لهم، بيبشر في المريدين بتاع انه قال ميكالو، جبريلو، ميكالو، اسرافو، ده مش ملائكة عظام الثلاثة؟ قال: هم جنودية في التصريف وتحت امرتي. يا اخوانا زول ما بعيد من هنا، قريب بجاي في السوق الشعبي هنا دافنينه كويس، وعنده اتباعه من هنا الى المانيا. قال: ديل الملائكة ديل كلهم هم جنودي في التصريف وتحت إمرتي، وأجود على أم لترحم طفلها، ورحمة من في الكون كله من رحمتي. ده شرك راسه عديل، شرك واضح كويس.
يا اخواننا معقول احنا ما ننكر كلام زي ده؟ زول يقول لك خلي الامه، والله تخليها تضيع كلها. تخليها كيف؟ امه غرقانه في شرك زي ده وبلاوي، الا من رحم الله جل وعلا. ابراهيم عليه السلام بعد معركته في التوحيد ربنا قال له امشي، واذ بوانا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا. يا اخواننا ابراهيم يشرك بالله؟ حاشاه. لكن التنبيه، لانه الموحد دار توحيد ذاته. انت قال روحك بتكتفي، يومك تحس بروحك اكتفيت من التوحيد، اعرف انه عندك خلل في ايمانك، والله عندك خلل في توحيدك. الموحد ما مش بعصه من التوحيد، قال الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي. ابن كثير قال من الشرك، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.